السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي بي وي سي سين فلوغ. اليوم جيت باش نوريكم ونعرفكم واحد على واحد الزنقة تاريخية هنا في باري 14 اللي هي سكوار مونتسوري. خليكم معايا. هاد الزنقة تقريبا الطول ديالها حوالي 200 متر في الطول، العرض ديالها 5 متر. التأسيس ديالها أو البناء ديالها تيعود ل 1922. كان الأصليين ديال هاد الزنقة هادي هما الفنانة ديال الأولين الرسامة التشكيليين ديال فرنسا ديال باري، هما السكان الأولين في هاد الحي هذا أو في هاد الزنقة. أتمنى يعجبكم الفيديو. Thank you.
نتمنى يعجبكم الفيديو، بارطاجيوه مع اصحابكم وتابوناو في القناة ديالي.